يعني إذا تسألني عن تجربتي، أني قبل تقريبا سنتين أو 3 سنوات، مشاكل البيت، مشاكل الشغل، مشاكل يعني مشاكل الحياة، يعني هموم كل شيء. هو صديق إلي قال لي شو خيرك، شو يعني مو بمزاجك؟ والله يعني جاوبت قلت له والله يعني مشاكلي بالبيت هاي. قال لي يا اخوي خذ لك نفس، انا ادخن عادي. قلت له نفس مال شنو؟ قال هذه ماده تريح. بالبدايه ما قال لي مخدرات، لما كنا نعرف شنو اسمه شيء اسمه مخدرات. يعني اخذت نفس، شو هذا حلو، اخذت نفس ثاني، نفس ثاني. بس هو وصاني قال لي دير بالك تصير مدمن، شوف هاي شفره، اول ما يعطيك حتى يعلمك يقول لك بس دير بالك تصير مدمن، هذا هيك بس يريحك يوخر من عندك المشاكل. هي صدق بدايتها راحت المشاكل، يعني قمت ابا المشكله هي حطها ورا ظهري. رحت له ثاني يوم خلص المفعول، قلت له اقول لك اعطيني بعد. قال لا اخاف مو زين عليك. قلت له اعطيني بعد، طاني. قلت بديت اخذ، يعني احنا نسميه تفعيل، بديت افعل شويه شويه لحد ما شوف على ساعة لقيت روحي أنا طاب بهذا العالم من أوسع أبوابه. زين شلون الحل؟ قال لي أخوي كان بوقت الغرام 35، يعني ما كان منتشر هيك مثل ما هسه. هسه أنا أبشرك هسه صار ب5000، لأنه أكو معامل عراقية حسب ما سمعت انفتحت. المهم طبيت بهذا العالم، ظليت يعني النهار كله الليل كله. طبعاً بالمناسبة ما نام، مو بس أنا، هم كل اللي يأخذون ما يناموا. انسى شيء اسمه نوم، انسى شيء اسمه قاعدة، تطلب عندك طلعة وضحك بس شنو اكل مقابلها؟ اكل ما تشتهي تاكل، جسمك يظل ياكل نفسه بنفسه. هسه انت قاعد تشوفني شلون صار شكلي، يعني والله انا ما كان هيك شكلي، يعني كان شعري وحياتي ووجهي والعب حديد. هسه تشوفني قدامك هذا حالي. المهم بديت ادور حتى فلوس ما عندي اشتري، وين اروح؟ بوقتها انفتح علي شخص قال لي شوف اذا تريد جيب لي موبايل، جيب لي مثلا ذهب، جيب لي ويل مال سياره. يعني ابوك؟ يعني عادي ابوك. طبعا دائما ما ارتحت للموضوع. يوم من الايام صار قبالي جيراننا، طبعا طفل صغير عنده موبايل، بدت اخذه بس ما ضمير ما سمح لي. يعني انا يا منا طبيت بهذا العالم، منا هدول طب عالم الجريمه. فعلى اثرها شفت بالفيسبوك اكو ناس ناشطين يقولون اللي يريد يبطل احنا نساعده. صدق والله رحت لهم بس عرفت الموجي مكسور قدامهم، تدري. فالناس تعاملوا وياي بايجابيه وبدوا خذوني طبيب، وبدت اخذ ادويه، وبدت انام هواي. ويعني بفضل من الله 15 يوم قدرت اترك هذا. يعني صار مشكلتي بس بالشغل، يعني هم الناس لقوا لي فرصه عمل كبدايه قالوا. طبعا بالمناسبة خاف واحد يسولف لك يقول لك الكريستال يعني انه الشرطة طاردة وهاي صحية، الاجهزة الامنية جاي تركض وراهم، بس تعال التليفون جاي يوصل لك احد يهمك. يعني انا حتى ما اقدر اطلع من دروا بيا اهلي، قمت اخابر يجيني يجيب لي يحط لي يحط بشيس ويلف بحصوايا ويقطف لي. يعني بس زوج عندك اطفال ما فكرت اليوم على اطفالك او اذا صابك شيء لا سامح الله او اخوانك يموتون بهاي السبب، ما فكرت صار عليك شيء؟ شوف انا من ردت يعني اسرق الموبايل صار قدامي انه انا يوم من الايام راح اروح سجن، وصار قدامي اطفالي امي الناس اللي اعرفها. فهي على من صار هذا الموضوع قررت انه اترك المخدرات، لانه بعد يعني انا منها دخلت الى عالم الفستان ومنها اروح سجن. بالسجن طبعا انت تعرف سجوننا، يعني انا اخوان ادري جاي يصير.